هاك تشوف هذه هي قطعة الأرض اللي رانا عندنا عليها المشكل هذا، هاك تشوف ولات وكر الدعارة، اللي المخدرات الشراب الحوايج اللي خاطين الطريق كلهم يديروا فيهم هنا، والسلطات هم ساكتين مخلينا احنا يمدوا لنا الطرف تاعنا تنظاف البلاصة، تنحى الشوماج، تنحى المشكل تاع السكن. الرئيس ديما يعيط نحيوا المشكل تاع السكن، المشكل تاع البطالة. المسؤولين هذو يكونوا قد المسؤولية تاعهم ويمدوا لنا القطعة تاعنا، وبربي ان شاء الله ما تقعدش كيما هكا. احنا رانا نديروا كلش بالطرق السلمية، يديروا لنا حل، يعطيونا القطعة تاعنا. كاينه ناس مسلكة، كاينه ناس عندها احكام، كاينه ناس مستفادة وقاعدة تستنى. واحد كاري ويطايش، واحد ولا في عمره 60 سنة، كنت راح يبني وكنت راح يسكن في الدار هذه. كاين اللي مات، والسيما كان دير 20,000، درك اليوم يدير 80,000. يمدوا لنا خويا الطرف تاعنا، واحد يتمرمد معاه مش كفايه. انا اتقدم بالشكوى كما يلي الى المسؤول الخاص. كما ترون في المعاناه من ناحيه القمامه، نحن نعاني كثير من القمامه. ليس لدينا اماكن خاصه للابناء للعب للاطفال، ليس لنا مساحات خضراء كما ترون. وكما تقدمت قناه الشروق تغطيه هذا المعاناه، هذه المعاناه التي نتكبد فيها كل يوم ومنذ ست سنوات او اكثر. 2006 ست سنوات او اكثر تقدمنا الى السلطات وقدمنا شكاوي ولم نرى شيئا. كاينين الناس اللي زواليه، كاينين الناس مساكن ما عندهمش سكن، كاينين الناس اللي عندهم 15 في العائله ينتظروا في قطعه الارض هذه، عسى كش ما يبنيوها باه يستسعوا. كاينين الناس مساكن راح يتزوجوا ما قدروش يتزوجوا. دونك حنا نطالبوا من السلطات باه يحلوا لنا المشكل تاعنا هذا في اقرب وقت، وانت هما يتهناوا وحنا نتهناوا. من جهه الناس اللي طالبوا يقولوا احنا عندنا مشكل في السكنات ما قدرناش نوزعوهم، يا اعطينا قطعه الارض تاعنا وانت هما يتهناوا وحنا نتهناوا. هذا هو الاشكال تاعنا، احنا ما احناش نطالبوا في المستحيل، نطالبوا في المعقول، والمعقول هذه الاراضي تاعنا هي موجوده. راكم صورتوها وشفتوها في الميدان، وهي ولات وكر للدعاره وللخبث والخبائث. احنا اون دوموند التفاتها من مسؤولين نتاع مدينة عين البيضاء، من رئيس البلدية، من الولاية، للمشاكل اللي رحنا فيهم. ونا بوكو سوفان، ونطلبوا يعني هذا نداء للمسؤولين، نداء يعني صريح، يعني نطلبوا منهم التدخل العاجل، خاطر سخون الحال والمشاكل اللي عندنا، حتى من الحناش العقارب، رحنا مشاكل كبيرة. ماذا بينا يجيو ويشوفوا الحالة نتاعنا اللي رحنا فيها، رحنا حالة مزرية. وسبقت وكتبتوا شكاوي للسلطات المحليه؟ كاين مسؤولين قبل راحوا شافوا، راحوا لا حياه اللي من ينادي ولا من تنادي. هذه مشاكل كبيره، لازمهم يجيو هما هنا ويشوفوا بعينيهم. اكبر دائره في الجزائر ما عطاونا فيها والو، استفاده عندي من 94 ليومنا هذا ما تحلش المشكل، ما فهمناش لي لو كاينين. يقول لك راهو ما كانش عند الوالي، نطلعوا له وغدوه نلقاو الناس كل دزيان ما نشرات ويسرقوا يديو السكنه، ما فهمناش كيف ما احنا هكا حبسنا. صدقني الناس كل سكنوا غير احنا اللي جان هذو قاعدوا يطاشوا، ما فهمتش على واه لي لو كاينين. يقول لك ما كانش، غدوه نوضوا نلقاو الناس تبني. منين جاوكم الاراضي؟ عندنا اشكال، واشكال عويص جدا. راكم تشوفوا حالة السكنات لهنا والناس كيف عايشة، من جهة مقصيين، من جهة السكنات وسوء التسيير تاع المسؤولين، حتى من الاستقبال، لا استقبال لا من طرف الوالي ولا رئيس الدائرة ولا رئيس البلدية. حنا عايشين في أزمة كما يقولوا لا يرثى لها. عايشين في الامراض، منها المرض الاكبر وهو ماده لاميونت ولا لون دو فير اللي راهي مصنوعه هذه السكنات منها. والاولاد تاعنا كلها مرض، الاولاد تاعنا كلها مرض. نطلبوا من المسؤولين، ما دام ما عندناش عائلتي ما زالت متواجده في حي الكومبيس، ما زالت 37 عائله، وكل اسره في عدد الله يبارك من الاطفال ونساء. عندنا ارامل، عندنا ايتام، عندنا يعني عندنا كارثة كبيرة هنا في الكومبيس. بعد الهدم الأخير تركونا القمامات هذو وراكم كنتوا تشوفوا في الأطفال كيفاه تلعب،
يعني وش هو مصير هذه الأمة هذه. نهضروا على حقوق الإنسان من ومن ونسينا ولادنا، ونسينا الشيء اللي رانا عايشين فيه، وماذا بينا بالدولة نتاعنا من شلال للوالي لرئيس الدائرة لرئيس البلدية يتولوا بهذا الناس هذا. نحن سكان مزرعة هاملي حمادي وبمشت المالح بصفة عامة، رانا في غبينة ورحنا لرئيس البلدية هذا عدة مرات، عدة دانات ما كانش ما باش يستقبلنا ورفضنا جملة وتفصيلة، وهدرنا له على القرية لهنا في مناسبة الشتاء رانا نعانيو. نلعبوا من السلطات انه ينحيوا الزبالة هذه ويديروا لنا ماطيكم ضيف كي العباد كيما الجزائريين كل، ونتمنى كل التوفيق كله. نطلبوا ماطيك ونلعبوا فيه ولا المهم نحيوا الزبالة هذه، المهم تفرحونا وفرات بيا ماطيك ولا المهم نلعبوا فيه، المهم تنظفونا الحي.